هنا هذه الخيمة التي قام بنصبها صباح هذا اليوم عضو الكنيسة المتطرف إيتمار بن كبير عن حزب الصهيونية الدينية، وصل إلى هنا على رأس عشرات المستوطنين إلى ساحة منزل عائلة سالم المهدد بالإخلاء، وقام بنصب هذه الخيمة وقال بأنه سينقل مكتبه البرلماني إلى ساحة هذه العائلة المنزل المهدد بالإخلاء، بدعوى أنه سيحمي المستوطنين الذين استولوا على منازل في هذه المنطقة، بادعاء أيضا أن الشرطة شرطة الاحتلال أخفقت في حماية المستوطنين. إلى هنا وصلت قوات كبيرة من الشرطة، شرطة الاحتلال، قوات خاصة لتأمين هذا الاقتحام لعضو الكنيسة والمستوطنين. هذه التي نشاهدها منذ الصباح تحرض على الفلسطينيين هنا جاءت برفقة عضو الكنيسة إيتمار بن كبير، وتقوم طيلة الوقت بعرقلة عملنا الصحفي منذ صباح هذا اليوم. وتم أيضا الاعتداء على عائلة سالم وضرب الحاجة فاطمة سالم وهي صاحبة المنزل، تسكن مع أبنائها الثلاثة في المنزل وأطفالهم، قرابة 40 نفر يسكنون في هذا المنزل منذ النكبة. قبل قليل تم الاعتداء على حاجة تبلغ من العمر 73 عاما، ومع ذلك قامت شرطة الاحتلال باعتقال ابنها خليل الذي حاول الدفاع عن أمه بعد أن سقطت أرضا. كما يتصرفون مع العائلات هنا يقومون أيضا بعرقلة أعمال الصحفيين أمام شرطة الاحتلال التي لا تحرك ساكنا إزاء ما يحدث هنا. عشرات الفلسطينيين وصلوا إلى هنا، وأيضا نشطاء من اليسار الإسرائيلي للدفاع عن هذه العائلة.